صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام، صباح الخير عليكم جميعا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم آخر الأسبوع، حلقة استثنائية من برنامج آخر الأسبوع هكون معاكم فيها أنا محمد عبد السلام. كالعادة كنا متعودين إن بيكون معانا في الفقرة الأولى الدكتور محمد ريان، وفي الفقرة الثانية أسماء وجدي، وفي الفقرة الثالثة كنت بكون معاكم فيها في الفقرة الرياضية، ولكن زي ما قلت النهاردة هي حلقة استثنائية، يا رب أكون النهاردة معاكم خفيف كده عليكم. هنبدأ مع بعض في الفقرة الأولى هتكون هي الفقرة الرياضية، هنتكلم فيها عن أحدث المستجدات الرياضية على الساحة سواء في مصر أو خارج مصر. في الفقرة الثانية دي بقى هتكون فقرة اقتصادية شبابية، على غير العادة هكون أنا مقدمها النهاردة، هيكون معايا فيها ضيف مميز جدا، ضيف عزيز على قلبي جدا، هنتكلم فيها عن الاستثمار الزراعي في مصر، يعني في الفقرة الأولى رياضية وفي الفقرة الثانية استثمار زراعي، بننوع معاكم في الحلقة الاستثنائية، يا رب الحلقة النهاردة تكون خفيفة عليكم. نبدأ سريعا كده في الفقرة الأولى وهي الفقرة الرياضية، معانا أخبار وأحداث كتير جدا جدا جدا، وأهم الأخبار وترند الأسبوع هو كان نادي بيراميدز، نادي بيراميدز اللي كان حديث الساعة، حديث الساعة في كل حاجة، نادي بيراميدز صفقات كتير وأحداث كتير جدا شفناها، يعني شفنا بيعلن عن صفقة انضمام رمضان صبحي، ولكن في البداية قبل ما أقول بس أي تفاصيل عن رمضان صبحي حابب اقول ان برغم الصفقات الكتير اللي بياخدها نادي بيراميدز، برغم الخبرات الكتير اللي بيتكلم عنها نادي بيراميدز او لعيبه نادي بيراميدز، في مشكله كبيره جدا بتواجه نادي بيراميدز في الفتره الاخيره، تعادل او عفوا هزيمه من الزمالك وهزيمه تانية وخلاص، يعني هزيمه ثالثه بالامس من النادي المصري، ابتعد تماما عن المركز الثاني بعيدا تماما. اعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع رمضان صبحي ل 2025، 2025 رمضان صبحي هيكون بتيشيرت نادي بيراميدز. تصريحات من رمضان صبحي في يعني المقدمه او في المؤتمر التقديمي ليه اثارت الجدل كتير جدا في خلال الاسبوع ده. رمضان صبحي اتكلم ان هو انتقاله من نادي بيراميدز لفريق لانتقاله من النادي الاهلي لفريق بيراميدز كان ليس من اجل المال، وانما هو احتراف على حد قوله، يعني احتراف. فهل يا ترى هو احتراف ام من اجل المال؟ المبالغ الماليه بتقول ان هي مبالغ ضخمه جدا، اغلى صفقه في مصر واغلى صفقه في افريقيا، وكمان بتتقاضى مبلغ من اغلى اللاعبين في اوروبا كمان، فصفقه احتراف ولا صفقه اموال؟ ايا كان، سواء كانت دي او دي، هو من المؤكد ان الصفقات اللي اعلن عنها نادي بيراميدز في الفتره الاخيره هي كانت سبب كبير جدا في تعثر الفريق في الدوري المصري. يعني بنشوف ارقام كبيره، ارقام خياليه، طبيعي ان كلاعب في نادي بيراميدز هيبص الارقام دي، هيتوتر بيها، هيتابعها على الاقل، ارقام خياليه فلكيه، وفي الاخر النتيجه واحده، هي النتيجه واحده، خلف الاهلي والزمالك، يعني بيراميدز ورا الاهلي والزمالك، وكمان دلوقتي ورا المقاولون، هنشوف جدول الدوري بس مش دلوقتي، نكمل اخبارنا الاول. عندنا عشان نطلع من اخبار بيراميدز عندنا جون انتوي اللاعب المحترف اللي لعب لأندية كتير جدا جدا جدا، جون أنتوي خلاص دخل نادي المئة على حسب تصريح الأستاذ خالد أبو العيون عضو الاتحاد الدولي للتاريخ والاحتصاء والإحصاء، يعني نادي المئة في من لاعب محترف هو إنجاز كبير جدا جدا جدا. دخل نادي المئة، أحرز في الدوري العام المصري 75 هدف، وكمان أحرز في كاس مصر يعني كده كام 14 هدف، وأحرز في دوري أبطال إفريقيا 3 أهداف، وفي الكونفدرالية 9 أهداف، وفي دوري أبطال العرب هدفين. لعب كل البطولات الممكنة اللي هو ممكن يلعبها مع الأندية المصرية، وكمان أحرز أهداف في جميع البطولات اللي هو لعبها. طب على سبيل الأندية، جون أنتوي أحرز إيه؟ مع نادي الإسماعيلي اللي كانت بدايته معاه أحرز 35 هدف، ومع النادي الأهلي طبعًا لعب جون أنتوي لعب شوية مع النادي الأهلي أحرز معاه 11 هدف، وطبعًا معانا برضو مع مصر المقصة أحرز 40 هدف، وهو يعني النادي الأعلى إحرازًا للأهداف مع جون أنتوي، وأخيرًا مع نادي بيراميدز وهو النادي الحالي ليه اللي دخل نادي المئة معاه أحرز 14 هدف. إنجاز كبير يحسب للاعب كبير، للاعب محترف مصري، نفتخر جميعا ان عندنا لاعب محترف في الدوري المصري وصل للمرحلة دي من الأهداف. نادي المئة مش أي لاعب بيدخله، لسه كنا بنقول من أيام ان لاعب جديد دخل نادي المئة وهو أحمد علي، ولكن دخل نادي المئة في جميع البطولات، احنا بنتكلم عن نادي المئة في الدوري المصري بس. صحيح جون أنتوي ما دخلش نادي المئة في الدوري المصري بس، ولكن زي ما قلنا إنجاز كبير يحسب ليه.
من اخبار نادي بيراميدز نروح سريعا لاخبار نادي الزمالك، اللي كالعاده تعودنا في اخر الاسبوع دايما بيكون معانا مباراتين لنادي الزمالك ومباراه وحيده فقط للنادي الاهلي، لان بيكون المباراه الثانيه في نفس اليوم اللي يكون فيه اخر الاسبوع. الزمالك بدا يعني الاسبوع كده بمواجهه ساخنه مع طلائع الجيش وقدر ان هو يقتنص الثلاث نقاط باداء يعني ممكن نقول سيء، بس في الاخير ان هو قدر ان هو يحصد الثلاث نقاط. وبالامس القريب كان بيواجه النادي المصري كان عفوا بيواجه نادي الزمالك نادي سموحه، وانتهت المباراه بالتعادل الايجابي 3-3. احداث المباراه غريبه جدا، الزمالك كان فايز 3-1، المباراة ممكن تنتهي بسهولة جدا أزيد، يعني ممكن الزمالك يزود، ولكن الأداء الغريب والأداء العجيب من الزمالك يعني كان صراحة تغييرات مستر كارترون ما كانتش موفقة بالأمس تماما، قدر من خلاله يعني نادي سموحة إن هو يحرز الهدف الثاني وكمان يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 92. الأسيست الهدف الثاني والثالث كان لناصر ماهر، والهدف الثاني كان لأحمد حسن مكي، والهدف الثالث كان لحسام حسن. أحداث كتير زي ما قلنا، تعادل مخيب للأمال ولكن غير مؤثرة تماما يعني على نادي الزمالك. ليه غير مؤثرة تماما على نادي الزمالك؟ لأن الزمالك دلوقتي بينافس على يعني المركز الثاني، فبينافس على المركز الثاني بيراميدز بهزيمته من النادي المصري وهزيمتين طبعا سابقين ابتعد كثيرا يعني عن المركز الثاني. من النادي الزمالك عندنا النادي الأهلي. النادي الأهلي كان في أول الأسبوع لعب مع مباراة ساخنة جدا مع حرس الحدود، وكانت مباراة معقدة وأداء يعني سيء، مش عايز أقول كالعادة من النادي الأهلي، ولكن الأداء من يوم العودة من طبعا الأجازة اللي كانت طويلة جدا اللي أثرت على جميع اللاعبين، أداء النادي الأهلي يعني غير مبشر تماما، وخصوصا واحنا داخلين على أفريقيا. قدر النادي الاهلي انه في اللحظات الاخيره انه يفوز بهدفين مقابل لا شيء، وكمان يعني ايه يعني اقتنص الثلاث نقاط وعزز تربعه على القمه يعني بنتيجه 2-0 باداء سيء جدا. ثلاث نقاط هو دي النهايه اللي هو عايزها جماهير النادي الاهلي. الاهلي بعد ماتش امبارح اللي هو ماتش الزمالك بالتعادل ينقصه فقط زي مباراتين فقط لحسم الدوري، وبكده يكون هيحرز الدوري قبل انتهائه بسبع جولات. سبع جولات الاهلي يقدر يجرب فيه ناشئين، يقدر يطلع لعيبه كتيره، يقدر يعمل يعني كل حاجه في السبع جولات دي. بس هل يا ترى الاهلي هيقدر ان هو يحرز ست نقاط في المباراتين الجايين؟ الاهلي عنده مباراه مهمه جدا ومباراه جماهيريه جدا من الطراز الاول مع نادي الاسماعيلي. بنقول كتير ان المباريات دي مش بتكون ليها حسابات، لانها في الاول وفي الاخر هي مباريات جماهيريه. الاسماعيلي بيمر في الفتره الاخيره يعني تعثر في الاداء، ولكن في المباراه الاخيره قدم اداء ممتاز جدا وكسب برباعيه. فيا ترى هنشوف المباراه دي على ايه؟ وبكده جدول الدوري العام. يعني بعد هزيمه الزمالك بالامس وكمان فوز النادي الاهلي في المباراه وهزيمه بيراميدز، عندنا كده في النادي الاهلي يتربع على جدول الدوري العام. الاهلي ب 25 مباراه بيساوي 68 نقطه، بمتربعا على عرش الدوري العام بشكل كامل. في المركز الثاني عندنا الزمالك ب 26 مباراه 52 نقطه. طبعا زي ما قلنا 25 مباراه للنادي الاهلي لان لسه المتبقي ليه مباراه النهارده. في المركز الثالث هو المقاولون ب 26 مباراه ب 33 نقطة. عندنا في المركز الرابع الأهرام أو بيراميدز زي ما احنا متعودين 26 مباراة أيضا ولكن 41 نقطة. عفوا 45 نقطة. يبقى عندنا المقاولون 47، الزمالك 52، الأهلي 68. كده جدول الدوري العام، يعني ممكن نقول ان القمه قربت تتحدد بشكل رسمي. الاهلي في المركز الاول، الزمالك في المركز الثاني، وعندنا طبعا يعني الاحداث بالطول والفرق موجوده كتير، ولكن في القاع كده بيكمن عندنا في المركز ال 16 هو النادي المصري اللي بيمر بازمه كبيره جدا، ولكن فوز الامس مع بيراميدز عززه كتير جدا جدا جدا. فالمصري في المركز ال 16 ب 23 مباراة، متأجل طبعا ليه مباريات بسبب فيروس كورونا، متأجل ليه مباريات كتير، ثلاث مباريات لأننا في الجولة 26 دلوقتي، برصيد 25 نقطة. في المركز ال 17 وهو نادي مصر اللي صاعد حديثا للدوري الممتاز،
ب 24 مباراه برصيد 18 نقطه، وفي المركز الاخير يقع نادي طنطا، نادي جماهيري جدا جميعا، يعني نتمنى ان هو يكمل في الدوري ولكن الوضع صعب جدا في طنطا. 25 مباراه برصيد 17 نقطه، يعني الامر قد يكون شبه مستحيل، ولكن يعني نستنى نشوف نهاية الدوري. هل الجدول ده هيكتمل؟ هل هيهبط المصري لسه متبقي ليه مباريات؟ هل هيهبط النادي الجماهيري طنطا ايضا متبقي ليه مباريات؟ عندنا بقى في افريقيا، يعني نروح كده لافريقيا، او قبل ما نروح لافريقيا عندنا مين؟ عندنا مؤمن زكريا اللي كان في تدريبات او في استاد التتش امبارح. مؤمن زكريا طبعا نتمنى ليه السلامه، مصاب بمرض ضمور في الخلايا العقل او خلايا المخ، نتمنى ليه السلامة مرة تانية وتالتة ورابعة وندعي له بالشفاء العاجل. تكريم أكثر من رائع من لاعبي النادي الأهلي والنادي الأهلي تحديدا في استاد التتش. سعيد جدا بالتكريم ده، سعيد جدا إن مؤمن حس إننا مهتمين بيه. كل اللاعبين، كل الأطياف، كل الانتماءات، شفنا جنش بيرتدي تيشيرت عليه صورة مؤمن زكريا، فبرضه سعيد جدا بالروح ونبذ التعصب من جماهير نادي الزمالك. كومنت خفيف كده حابب اقوله، في تخطيط مؤمن زكريا لزيارته في النادي الاهلي صفحات كتير كانت بتغطيها، ولكن صفحه الرسميه لقناه النادي الاهلي كتبت لفظ يعني مش محبب ليا ومش محبب لاي حد، الحراق. ليه الحراق؟ الاول كنا بنقول ان هو لاعب عادي وكان الجماهير بتناقش بعضها فبتقول مع بعض كده، ولكن دلوقتي ليه الحراق؟ الوقت تماما بنقول نبذ التعصب، بنقول دلوقتي ان جماهير الزمالك هي اول ناس بتتمنى الشفاء العاجل. بنشوف جنش بيقول انا اتمنى ان مؤمن زكريا يرجع تاني عشان يجيب فيا هدف. بنشوف نبض التعصب كتير جدا، ولكن خطا كبير جدا من مسؤولي السوشيال ميديا. افريقيا، يعني من الدوري المصري نروح لافريقيا واحداث افريقيا. عندنا برضه مكالمه مهمه جدا خلال لحظات هتكون معانا، ولكن في افريقيا حابب اقول الاحداث. الاهلي، الزمالك، الوداد، الرجاء، اربع فرق في المباراه القابله النهائيه. الاهلي يواجه الوداد، الوداد اللي عنده اصابات كتير جدا جدا جدا، اصابات كتير بفيروس كورونا، واخيرا تعادل في الدوري العام طبعا. بس في خبر لجماهير الوداد طبعا صدم جماهير الوداد، وهو يعني ايه اقاله المدير الفني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الوداد، يعني اصابات وكمان اقاله. فطبعا ده كانت فرصه كويسه جدا للنادي الاهلي طبعا ان هو يلاعب فريق الوداد في اللحظات الحرجه اللي بيواجه بها الوداد، ولكن باخلاق الفرسان النادي الاهلي رفض ان هو يخوض المباراه في الميعاد المحدد ليها، وبعت للاتحاد الافريقي وقال له اذا كان احنا بنطالب بالتزام بالمواعيد، ولكن اذا كان اشقائنا في المغرب عندهم مشكله في يعني في المواعيد او في الاصابات فاحنا ما نقدرش نخاطر بارواح البشر. ممكن تقول هو ازاي الاهلي كان رايح يعني في بدايه الدوري كان بيقول احنا عايزين الدوري يرجع، ودلوقتي الاهلي بيقول عايزين افريقيا تتاجل عشان الجمهور. في نقطتين ممكن نقولها في النقطه دي. النقطه الاولى، الاهلي ما طالبش ان دوري ابطال افريقيا يتاجل، ولكن وافق ان هو يتاجل في حاله اذا كان هو ده القرار الاصلح. النقطه الثانيه اللي حابب اقولها ان عندنا الجانب الثاني المصري، وهو نادي الزمالك اللي رفض تماما التاجيل في اجتماع الكاف. رفض التاجيل ازاي وهو برضه في الدوري كان يعني عايز الدوري يتاجل؟ فليه هنا الدوري، ليه هنا الزمالك كان رافض تأجيل او عفوا عودة الدوري وهنا رافض تأجيل افريقيا؟ ليه هنا الاهلي كان رافض يعني تأجيل الدوري وهنا بيقول يلا نأجل افريقيا؟ حاجات كتير. يا ريت يا شباب لو معانا المكالمة نكون نحضرها دلوقتي. يا شباب معانا يعني الاستاذ مصطفى هلش الناقد الرياضي. صباح الخير يا استاذ مصطفى. صباح الخير استاذ محمد، كل التحية لحضرتك وللسادة المشاهدين. سعيد طبعا انك موجود معايا النهارده في احداث كتير جدا، نبداها بالدوري المصري وتعثر بيراميدز في بثلاث هزائم متتاليه. ايه هو التفسير المنطقي لتعثر بيراميدز برغم الصفقات والخبرات الكتيره اللي هي موجوده حاليا دلوقتي؟ طيب قبل ما نتكلم على الدوري خليني في البدايه اقدم التهنئه لكل جمهور الاتحاد السكندري سيد البلد. كنت لسه هتكلم يعني لو تسمح لي بعد غياب يعني لفتره كبيره لتستمر هيمنة سلة سيد البلد على البطولات هذا الموسم بتحقيق الرباعية، بدأها بالبطولة العربية وبعد كده الدوري المرتبط والكاس وأخيرا بطولة الدوري امبارح بعد تفوقه على الأهلي 3-1.
هو انا طبعا عارف انك اسكندراني، فكنت سايب الخبر ده عشان اقوله معاك مفاجاه على الهوا كده، واقول للجماهير كمان ان احنا نبارك لنادي الاتحاد السكندري لحصوله على دوري السله. نادي الاتحاد كان في المباراه النهائيه مع النادي الاهلي وقدر ان هو يفوز باكتساح. يعني الف مبروك لجماهير الاتحاد السكندري، والف مبروك يا استاذ مصطفى، وكمان نقول مبروك للجندي، مش عايز اقول المجهول بس هو مصلحي، يعني رئيس الاتحاد السكندري اللي قدر ان هو يعيده مره تانية للبطولات بعد غياب كتير جدا. مره تانية الف مبروك يا استاذ مصطفى. صحيح، الحاج محمد مصلحي رئيس مجلس اداره الاتحاد السكندري ليه دور كبير في الاستقرار اللي عايشه الفريق الاول لكره القدم والفريق الاول لكره السله. عوده لعيبه كبار زي كابتن اسماعيل احمد كان ليه تاثير وكان ليه عامل اكبر في حسم الدرع للزعيم الصقر الاتحاد السكندري. جايب محترف مارفل هاريس، محترف امريكي تمام. على مستوى عالي. بصراحه الحاج محمد مصلحي يعني في ظهر الاتحاد السكندري، وحتى يعني الفريق الاول لكرة القدم بعيد عن صراع الهبوط لاول مرة يعني في الموسم ده من المواسم اللي فاتت. طيب يعني نرجع بقى للدوري المصري سريعا كده، كنا بنقول ايه هو سر تعثر بيراميدز برغم ان فيه لعيبه كتير جدا يعني اصحاب خبرات؟ بدون ادنى شك غياب عبد الله السعيد مؤثر، ومؤثر جدا. يعني شكل واداء بيراميدز وشخصيته في الملعب مرتبط ارتباط كبير بعبد الله السعيد. عبد الله السعيد المتوقف عن التهديف من الاسبوع 19 ب 16 هدف، يعني وكمان هو الهداف حاليا يعني. طب يعني ممكن نقول هل عبد الله السعيد هو المؤثر الوحيد، ولا كمان نقدر نقول ان اعلان الصفقات في الوقت ده من الدوري في لحظات حاسمه جدا كمان اثر على بيراميدز؟ لو تقصد رمضان صبحي هي تأثر لو تعاقدات بيراميدز المادية محدودة، لكن بيراميدز من الأندية اللي صفقاتها كبيرة وبأسعار عالية ومرتبات حتى اللعيبة كبيرة. لا، هو الفكرة إن الهزائم الأخيرة لبيراميدز قدام 3 أندية هي كعبها عالي أصلا على بيراميدز. اه تمام. المصري امبارح، قبل كده الجونة، وقبل كده الزمالك. يعني المصري ما كسبش، بيراميدز ما كسبش المصري في الدوري خالص. طب كده المباراتين اللي نقدر كسبهم نقول بيراميدز يعني كانوا في الكونفدرالية. الجونة من ساعة ما صعد بيراميدز ما يعني بيراميدز ما كسبش الجونة خالص. طب كده وبرضه نقدر نقول الزمالك المربع كعبه عالي الذهبي على في الدوري. البيراميدز، وكذلك المصري، كذلك الجونة. يعني هو ترتيب المباريات هو اللي أدى ل3 هزايم ورا بعض. تمام. عبد الله السعيد طبعا زي ما حضرتك ذكرت هو رمانة ميزان وعقل بيراميدز في الملعب. لاعب مؤثر بشكل كبير، من أحسن لعيبة مصر في العشر سنين تمام. الأخرانية. فطبعا مع رجوعه تاني بيراميدز هيرجع لشكله واستعداده لسيمي فاينال الكونفدرالية. طب كده نقدر نقول خلاص ان الدوري الشكل العام ليه اتحسم خلاص في المربع الذهبي، اهلي مركز اول، زمالك مركز تاني، والمركز الثالث المقاولون، ويليه طبعا بيراميدز، ولا ممكن نشوف المركز التاني لسه عليه منافسة، ولا هي اتحسمت للزمالك خلاص؟ لا، هي المنافسة هتفضل ثلاثية على المركز التاني ما بين الزمالك والمقاولين وبيراميدز. تمام. بيراميدز مع رجوع عبد الله السعيد هيقدر يخش في المنافسه تاني مع المقاولين ومع الزمالك، قبل ما ويجب على تدخل يعني الزمالك وبيراميدز بلحظات حسم كده كنت لسه المراكز بقول ان الثلاثه يعني ايه الاولى قبل سيمي فاينال افريقيا، بحيث ان الفريق يكون متفرغ لمباراه افريقيا واستعدادها الخاص. اكيد يعني حضرتك سامعني كويس؟ انا سامعك كويس. تمام. كنت لسه بقول قبل حضرتك ما تدخل معايا، الاهلي رفض تأجيل الدوري المصري ووافق على تأجيل افريقيا، الزمالك رفض عودة الدوري المصري ووافق على عودة افريقيا وكمان بيصر عليها، يعني ايه التفسير المنطقي لده؟ الناديين يعني تناقض شبه تام في القرارات، يعني في هل هناك تفسير منطقي يعني الحكاية دي؟ لا، هو مفيش أي أسباب منطقية لطلب الأهلي تأجيل سيمي فاينال أفريقيا، أو يعني إن هو يتعاطف مع الوداد المغربي. هو كان الأفضل إن هو يستغل الحالة اللي عليها الوداد دلوقتي، طب ما احنا ممكن نقول كمان ان هي دي حالة اخلاق من النادي الاهلي، يعني الحاله كنت لسه برضو بذكر ان الحاله اقاله مدرب واصابات كتير، فاحنا ممكن نقول ان النادي الاهلي مرضاش ان هو يوافق الوداد. طيب هو السؤال بقى الأكثر منطقية، طب ليه ما تعاطفش مع المصري البورسعيدي ورفض تأجيل المباراة؟ انا ما فيش اي بيان رسمي كل خرج الفرق يعني مش عارف. يعني بتبحث عن مصلحتها الأولى، يعني هي مصلحتها هي اللي في الاعتبار الأول تمام بالنسبة لها. تمام 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 إحنا كلامنا كلام كله كورة. يعني الأهلي لما رفض يأجل مباراته المصري كان حابب الـ3 نقط بتوع المصري. صحيح صحيح. طب دلوقتي ممكن نقول هو مين هو المرشح الأقوى لدوري أبطال أفريقيا؟ نادي مصري، لو نادي مغربي، ولا إيه؟ سيمي فاينال دوري الأبطال اتلعب في ميعاده القديم،
كان الزمالك الأقرب للتتويج، وكان هيبقى النهائي ما بين الزمالك والأهلي يعني معنى لحالة كلامك الزمالك ان العالية الزمالك هو حاليا. المتأثر الأقوى بتأجيل دوري الأبطال. طبعا التأجيل طبعا في مصلحة الرجاء والوداد، لكن الوداد بشكل أكبر، لأن التأجيل ده أتاح ليهم من إقالة جريدة امبارح اه طبعا. والاستعداد بشكل أفضل لمباراة الأهلي. اه مباراة الأهلي تمام. والوداد كده أصبحت أكثر صعوبة على الأهلي. اه اكيد طبعا. الاستاذ مصطفى هلش الناقد الرياضي، بشكر حضرتك جدا كنت موجود معايا النهارده. نطير سريعا كده لافريقيا، كنا ذكرنا الحلقه اللي فاتت افريقيا ما بين الانكماش والازدهار. عندنا كده في افريقيا بدايه من زامبيا بالظبط، وفريق ناكانا الزامبي اللي قدر ان هو يحصد على لقب الدوري العام زي ما احنا شايفين كده. عمل ايه بقى فريق ناكانا الزامبي؟ قرر ان هو يحتفل مع الجماهير في باوتوبيسه الخاص في الشوارع، فبدا ان هو ينزل فعلا للشارع. يا ريت يا شباب لو معانا الصور التانية نعرضها، احنا كده الصوره اللي موجوده معانا دلوقتي هي صوره الفريق وهو بالكاس. ففريق نكنة الزامبي نزل الشارع يحتفل مع الجماهير، وزي ما احنا شايفين كده الشارع خالي تماما من الجماهير. عادة افريقيا دايما الفرحه ما بتكملش. تخيل ان نادي نازل يحتفل مع الجماهير وفي نفس اللحظة مفيش جماهير تماما في الشارع، خدوا بعضهم ورجعوا مرة تانية يحتفلوا مع ناديهم. بنشوف الأحداث دي، وعندنا برضو خبر تاني، خبر ممكن تشوفه كده في البداية تحس إن فريق اللي حصل على كأس العالم مثلا، يعني خبر غريب جدا لو الصورة واضحة معانا كده. معانا ده سعيد علي رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني. سعيد علي بقى ده حكايته؟ يعني محمل على الاعناق، كرسي ومحمل على الاعناق. تفتكر ان هم خدوا الدوري التنزاني؟ لا، هم ما خدوش الدوري التنزاني، محمل على الاعناق لانه خد جاب صفقتين من افريقيا، يعني من ادغال افريقيا، صفقتين من ادغال افريقيا خلوا فريق، يعني خلوا جماهير تحمله على الاعناق. معانا صور الصفقتين، الصفقتين هم موكوكو تونومبي وتويسلا كيسيندي. لعيبه يعني من دوري ابطال افريقيا، من فيتا كلوب الكونغولي تحديدا، وطبعا من فيتا كلوب الكونغولي، يعني فريق كده مش درجه، يعني مش اللي هو خليني انا احتفل والجماهير تشيلني على الاعناق. هم دول موكوكو تسيمبي وتويسلا كيسيندي، فريق يعني افريكانز التنزاني، الجماهير برضو كانت حاضره. يعني افريقيا احداث غريبة جدا بتحصل فيها، بتشوف في زامبيا الجماهير مش موجودة تماما، وبنشوف في تنزانيا الجماهير موجودة بكثرة للاحتفال. وبكده أعزائي المشاهدين نكون خلصنا فقرتنا النهاردة وهي الفقرة الرياضية، اتعرفنا على أهم الأحداث على الساحة الرياضية المصرية وكمان الإفريقية. انتظرونا بعد الفاصل وفقرة اقتصادية شبابية من الطراز الأول مع ضيف مميز جدا وهو المهندس مؤمن صقر، المدير التنفيذي لشركة المتحدة للحديث عن الاستثمار الزراعي في مصر، وكمان الاستثمار الزراعي والعقاري في شركة المتحدة اللي دلوقتي بدأنا نشوفها على الساحة بقوة. فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل في الحلقة الاستثنائية اللي اتفقنا عليها هتكون حلقة استثنائية من طراز فريد. خلصنا معاكم في الفقرة الأولى الفقرة الرياضية، اتكلمنا عن معظم الأحداث الرياضية. في الفقرة دي هيكون معايا ضيف مميز زي ما قلت لكم، الضيف ده عزيز على قلبي جدا، ضيف كده من الطراز الأول، هنتكلم فيها عن الاستثمار الزراعي في مصر، وكمان هنتكلم عن شركة المتحدة اللي بدأت دلوقتي تسيطر على الاستثمار الزراعي في أماكن كتير جدا، وأهمها تسيطر عليه في الفرافرة. الاستثمار الزراعي في مصر بيتحرك منين؟ بدأ إزاي؟ الشركة دي بدأت إزاي؟ إزاي سر نجاحهم إيه؟ ممكن إزاي الشباب يبدأوا الاستثمار إزاي؟ كل دي حاجات هنعرفها النهاردة مع ضيفي العزيز اللي مشرفني النهاردة في الاستوديو، المهندس مؤمن صقر المدير التنفيذي لشركة المتحدة. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا محمد، ربنا يكرمك، وأنا سعيد جدا مع حضرتك النهاردة. أنا أسعد طبعا. في البداية كده حابب الأول كده إيه نتعرف على شركة المتحدة بشكل عام عشان المشاهد يعرف. شركة المتحدة هي شركة المتحدة للاستثمار العقاري والزراعي، هي المقر الرئيسي بتاعها في كفر الشيخ، وليها فرع، الفرع الأول في سيدي سالم، والفرع الثاني في الفرافرة محافظة الدور الجديد.
دايما كده المشاهد اللي بيشوفنا دلوقتي فهو فاكر ان شركه المتحده هي شركه استثماريه بتستثمر في الزراعه فقط، لان حتى الاعلانات اللي موجوده معانا. تمام. وبالمناسبه طبعا لازم نذكر ونقول ان شركه المتحده هي الراعي الرسمي للبرنامج، فعشان كده حابب اقول بس ان هي حسيت انا في الاول ان هي مهتمه بالزراعه بس، مع ان اسمها للاستثمار العقاري والزراعي. تمام. احنا في الاول في البدايه اصلا بدانا ان احنا شركه المتحده للاستثمار العقاري فقط، بس طبعا مع مرور الوقت والركود في سوق العقارات احنا بدانا ايه نتوجه للي الدوله بتوجه ليه، اللي هو ايه الاستثمار العقاري الاستثمار الزراعي. فالمكان الوحيد اللي هو المكان الافضل في مصر في الاستصلاح الزراعي تمام. هو الفرافره لما فيها وكمان طبعا انا يعني عارفين كلنا ان الدوله يعني عارضه اماكن او اراضي زراعيه كتير جدا في الفرافره، تمام. وكمان لما انت تستثمر فيها فانت كده بتزود لاقتصاد البلد. طبعا طبعا احنا وفي طبعا البلد بتساعدنا جدا وبتدي تسهيلات كتيره قوي. فاحنا بقى بدانا ايه ان احنا خدنا ارض عن طريق المزاد العلني، وطبعا فتره السماح بيدي 4 سنين. كويس جدا. تمام. لان طبعا احنا مش كل حاجه اللي احنا ايه بنعمل محاصيل عاديه، لا احنا بنشتغل على محاصيل اللي هي ايه المحاصيل الاقتصاديه اللي هي إيه اشجار زي مثلا يعني طبيعه الزيتون. الارض هناك اصلا يعني طبيعه الارض هناك شكلها عامل ازاي؟ يعني طبيعه الارض هناك طبعا فيها طفله، ارض طفليه، ارض طفليه مخلطه برمله، ارض رمله. وطبعا هي اهم حاجه في المكان الميه، زي ما قلت لحضرتك ان الفرافره بتتمتع باكبر خزان مياه جوفي على مستوى العالم اعتقد كله. دي من اهم مميزاتها. طبعا انت في ميه يعني في حياه، دي يوجد مياه يوجد حياه. فاحنا عشان كده ايه طب ويعني طرق الاستخراج المياه من الاراضي دي؟ هي احنا بنستخرج المياه عندنا ابار، طبعا ابار سطحيه وابار اعماق. عندنا ابار سطحيه اللي هي بتبدا ب 300 متر. تمام. دي بتروي مثلا من 150 ل 200 فدان تنقيط، شبكه ري تنقيط، مش طبعا مش بنروي غمر ولا حاجه، احنا بنروي تنقيط. في عندنا في الابار اللي هي الاعماق زي في واحد 650 متر مثلا، ده بيتركب عليه طاقه شمسيه 100 كيلو، فاحنا برضو بنعرف نزرع فيه من 250 ل 350 ايه فدان. تمام. شبكه تنقيط مش غمر طبعا، احنا كل شغلنا تنقيط. يعني الارض هناك زي ما حضرتك قلت ارض طفليه، المياه موجوده. تمام. يبقى بطبيعه الحال هل يعني الزراعه هناك هي محاصيل تقليديه ولا في محاصيل لا الدنيا طبعا هناك ايه؟ احنا عندنا احنا قلت لحضرتك ان احنا رايحين اصلا علشان خاطر المحاصيل اللي هي الاقتصاديه زي الزيتون، عندنا طبعا موجود زيتون، موجود خروع، موجود جوجوبا، دي محاصيل زيتيه احنا ده شغالين على ده. والمشروع الخاص اللي هو احنا رايحين عشان اصل الفرافره هو الجوجوبا. الجوجوبا يعني ممكن انا عارف الجوجوبا بس ممكن دلوقتي المشاهد بيسال نفسه الجوجوبا ديت ايه الجوجوبا؟ لا الجوجوبا ديت شجره يعني شجره عمرها كبير جدا، بتتحمل كل الصعوبات الموجوده، يعني ممكن تحمل اي صعوبات في التربه، اي صعوبات في الميه، اي حاجه. يعني هي ممكن تقعدها شهر من غير ميه، فهي عمرها قد ايه؟ عمرها 200 سنه، من 200 سنه ل 250 سنه. يعني عشان كده احنا بنقول نستثمر ليك ولاولادك، يعني مستقبل ليك استثمارك معانا. بالظبط كده، مستقبلك مستقبل ومستقبل اولادك. بالظبط كده، انا كده فهمت معنى الجمله. بالظبط كده، احنا كل جمله احنا لازم يبقى ليها ايه مردود عندنا ولها ايه سبب. يعني طب دلوقتي خلاص بدا الانتاج في الاراضي دي ولا لسه كمان؟ يعني لسه لا طبعا في حاجات، طبعا الخروع احنا بدانا فيه وطلع منه محصول كويس، ودلوقتي بنتواصل مع شركات المانيه ان احنا بنبعت تحاليل ليهم للزيت بتاعنا، عصرنا زيته وبنبعته عشان خاطر برضو نتعاون، يعني يبقى في تصدير ليهم زيوت. يعني معنى كلامك ان في انتاج دلوقتي، فالمستثمر اللي بيجي يعني هيبدا على طول الاستثمار وهيكون في مقابل فوري؟ طبعا احنا في طبعا في زيتون احنا خلاص يعني ان شاء الله قرب ان احنا ينتج برضو قدامه فتره صغيره. تمام. وعندنا احنا برضو ما بنقتصرش على المحاصيل دي، برضو احنا بنزود محاصيل سنويه، يعني ايه محاصيل تقليديه زي مثلا اي حاجه تانية، نحمل عليها على الحاجات ديت حاجات تانية لحد ما الحاجات ديت ايه لغايه ما الحاجات ديت تجيب معانا، بحيث ان احنا برضو المستثمر اللي معانا يرجع له ايه يعني يحاول ما يصرفش كتير، يعني ان احنا نساعده ان هو ما ايه ما يجي له عائد سريع، يعني ما ايه ما يستناش الحاجات اللي احنا متاخر 3 سنين او 4 عشان خاطر ايه او 2 او 3 علشان خاطر يطلع لنا محصول من اللي هو الزيتون. تمام. من الجوجوبه، من الخروع. الخروع طبعا اول سنه ده محصول كل 6 شهور طبعا. تمام. يعني كده المستثمر لما بيجي دلوقتي عايز يستثمر مع شركه المتحده بيكون في اختيارات كتير ولا انت خلاص بتقول له ان الارض دي ليها ناتج فانت بتاخد الناتج الفوري على طول؟ لا طبعا في عندنا اختيارات كتير، احنا عندنا ارض فاضيه خالص. تمام. لسه ما بدناش فيها، لسه ما شغلناش فيها. عندنا ارض فيها ابار بس، ودي طبعا بتبقى ليها سعرها. عندنا ارض فيها ابار وطاقه شمسيه وشبكه ري كامله،
جاهزه على الزراعه. تمام. وفي عندنا ابار مزروعه، تمام. فاحنا عندنا كل، يعني احنا بنستوعب كل المستثمرين سواء كبار او متوسطين او صغيرين، يعني بنبدا من تحت خالص لحد فوق. يعني احنا في اريحيه في الاختيارات المستثمر بيكون، لو مستثمر لسه شباب، لو واحد لسه معاه الدنيا متيسره شويه، بيكون خلاص في ارتياحيه، بنساعده وبنوقف معاه وبنتابع كل حاجه وما بنسيبش. طبعا احنا بنشرف على كل الزراعات الموجوده، اي مستثمر معانا احنا بنشوف على كل حاجه هو عايز، بيشرف نفسه بيشرف طبعا، بس احنا طبعا حتى لو هو استلم الارض احنا بنشرف معاه، ما بنسيبوش، لان طبعا هو نجاح ومن نجاحنا اكيد احنا طبعا. عايزين ننجح، فلازم عشان خاطر ننجح ننجح الناس اللي معانا، وده هو برضو سبب من اسباب ان احنا مكملين لحد دلوقتي ان شاء الله. اتكلمنا وقلنا ان موجود في بتزرع حاجات كتير، بتزرع الجوجوبا، بتزرع تمام. الزيتون تمام، بس انت قلت في النص كده ان الزيتون لسه ما يعني ما فيش ناتج دلوقتي. تمام. ليه هو الزيتون بيقعد مثلا فتره قد ايه عشان بيقعد ناتج؟ مثلا من وانت زرعته امتى؟ زرعته امتى كمان؟ انا يعني مثلا زرعه مثلا من سنه، من اقل من 6 شهور مثلا، فده ممكن كمان سنه. يعني احنا طبعا الراجل اللي معانا اللي هو الخبير بتاع الزيتون اللي معانا اللي هو متابعنا، هو بيقول ان شاء الله باذن الله ان في خلال سنه هيكون مبشر، لان هو ما شاء الله الدنيا ماشيه فيه كويس جدا. هي طبعا الخبير عايزين بس نوضح له، الخبير الباشمهندس صبحي ليله، يا ريت يا شباب لو موجود معانا يدخل معانا بمكالمه حالا دلوقتي، الباشمهندس صبحي ليله اكيد طبعا. فصراحه شايف برضو حاجات كتير جدا، وشايف تنوع كتير جدا جدا. كنت بدردش معاك كده قبل الهوا فقلت لي ان احنا بنعمل بروتوكولات. الحمد لله احنا في دلوقتي في بروتوكول مع شركه صينيه، تمام، تحت اشراف وزاره الزراعه، ان احنا نستخرج من ورق الخروع حرير. حرير من ورق الخروع. زي ورق التوت بالظبط، باستخدام دوده القز، ده شركه صينيه هي اللي متخصصه فيه، فاحنا بنعمل معاه بروتوكول ان شاء الله باذن الله يخلص في الفتره اللي جايه ديت تحت اشراف وزاره الزراعه. وفي طبعا شركه المانيه برضو احنا متواصلين معاها عشان خاطر زيوت الخروع كده كمان. يعني شايف كمان انك كده بتزود كمان من العلاقات الخارجيه، انت بتقول يعني احنا بنحاول ان احنا برضو ما نوقفش، عايزين برضو يبقى في تنوع كده عشان خاطر ما نوقفش. لازم احنا قلنا برضو في البدايه ان احنا او ما كنا شركه استثمار عقاري بس وحصل ركود، احنا بدانا نغير نتجه لاتجاه تاني. فبرضو في الزراعات برضو نفس الكلام، احنا برضو بنحاول ننوع عشان خاطر يبقى يعني حضرتك قلت لي دلوقتي ان موجود معاكم خبير في زراعه الزيتون. تمام. هل في كل مجال من مجالات الزراعه؟ طبعا احنا برضو في شركات احنا دايما الشركه بتاعتنا بنحترم التخصص جدا. طبعا الرئيس مجلس الاداره الدكتور ايمن صقر هو يعني راجل عنده وعي كامل يعني، وربنا يبارك له، يعني هو ايه بيوجهنا في كل حاجه صح يعني. وهو برضو بيحترم التخصص جدا، اللي هو ايه اللي احنا كل الزيتون يجيب له خبير زيتون متخصص. جوجوبا شركات محترمه جدا. بالحديث طبعا عن خبير اللي موجود معاكم في الزيتون هو الاستاذ زي ما قلنا الباشمهندس صبحي ليلى، خبير الزيتون في مصر والوطن العربي، موجود دلوقتي معانا على الهاتف. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا وسهلا. في البدايه كده يعني حابب اقول لحضرتك احنا سعيدين انك موجود معايا النهارده، لانك شخصيه محترمه جدا وشخصيه من اكبر الشخصيات يعني اللي موجودين في مصر والوطن العربي. علشان كده هو سؤال مهم جدا، مصر فين دلوقتي من زراعه الزيتون؟ يعني سؤال دلوقتي اي حد بيساله نفسه، مصر فين من زراعه الزيتون ووصلت لايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لمحصول الزيتون هو الحصان المتراهق عليه حاليا بالنسبه لجميع المحاصيل في جمهوريه مصر العربيه. ايه السبب؟ السبب ان احنا بدات الميه عندي بتتجه الى الملوحه، الميه بتتجه عندي، وطبعا مستوى المياه الجوفيه عندي برضه بيقل، فالمحصول في محصول الزيتون هو المحصول الوحيد اللي هيبقى على الساحه، لانه هو احتياجاته المائيه زي بقيه المحاصيل. ثانيا ان هو بيستحمل الماء المالح. تمام. دي نقطة. النقطة الثانية لما نشوف الزيتون إلا في نقطة البحر الأبيض المتوسط، بقيت دول العالم ما زرعش فيها. مصر الدولة الوحيدة أو من ضمن الدول اللي بينجح فيها الزيتون بدرجة يعني نقول 100%. طب يعني يا باشمهندس، أصبحت مصر من مصاف الدول الأولى على مستوى العالم في إنتاج الزيتون. بس زيتون المائده وليس زيتون الزيت. طب هل ممكن نشوف على انتاج زيتون الزيت؟ اما مصر المتربعه على انتاج زيتون المائده. النقطه الرابعه والمهمه في مصر ان اصناف المائده المصريه وبخاصه الاصناف المحليه ما
تعتبر من اجود الاصناف عالميا وتصدر لجميع دول العالم. الاصناف الاجنبيه التي استوردتها وزاره الزراعه وقمنا بزراعتها في مصر نجحت في مصر عن دوله المنشا. مثال عند صنف اسمه البيكوال اللي هو الاسود الطبيعي ده منشاه اسباني، نجح عندنا في مصر في طريقه الانتاج ومقاومه الشجره للظروف البيئيه ومقاومه العديد من الامراض. الصنف الثاني صنف اسمه المنتاريلو وهو صنف اسباني وكذلك نجح في مصر، وهذا الصنف يصدر لجميع دول العالم. تمام. ان اوروبا بالكامل تستطيع او لها قابليه لاستهلاك هذا الصنف. والصنفين دول صنفين اسمهم ثنائي الغاز، يعني ينفع يمشي زيت وينفع يمشي تخمير. كويس؟ تمام تمام. الاصناف اللي جبتنا من بره. انت لو حضرتك سامعني يا باشمهندس، يعني ايه؟ لو حضرتك سامعني بقول دلوقتي، يعني بعد المعلومات اللي حضرتك كتير اللي انت قلتها دلوقتي، اتجاه شركة المتحدة دلوقتي في أراضي الفرافرة اللي هي بتستثمر فيها لزراعة الزيتون، ده بيمثل إيه يعني تحديدا لشركة المتحدة وبشكل عام طبعا للاقتصاد المصري؟ لما نتكلم على المستوى العام، يعني في شركة المتحدة وكثير من الشركات بدأت تتجه لإنتاج الزيتون، يعني في مصر في الفرافرة في الواحات في سيوة في مطروح في منطقة العالمين، وتعتبر أكبر منطقة تمركز لإنتاج الزيتون في مصر هي منطقة العالمين وادي النطرون. الشركة المتحدة أخذت نهج قد تكون سبقتها بعض الشركات إنها سبقتها إلى منطقة الفرافرة، ولكن الشركة المتحدة أخذت نهج جديد في إنتاج زيتون الزيت وزيتون المائدة على مواصفات عالمية وبزراعة حديثة. وإن شاء الله بإذن الله نأمل، يعني إحنا بدأنا زراعة من السنة اللي فاتت، نأمل في السنوات القادمة أن تضيف إضافة إلى الإنتاج المصري، إضافة يعني ليست بنهينة، يعني إن شاء الله بإذن الله. يعني كلام محترم جدا، كلام محترم جدا، ويعني ومن شخصية زي ما قلنا محترمة جدا وخبير كبير جدا في مصر والوطن العربي. ولكن في سؤال دلوقتي جه كده على بالي، المشاهد اللي بيسمعنا دلوقتي اكيد ساله لنفسه، امتى نشوف الفلاح البسيط هو كمان بيتجه لزراعه الاشجار وتحديدا زراعه الزيتون؟ احب اعرفك ان يعني المزارع الصغير دخل مجال الزيتون من حوالي 15 سنه. انا يعني طبعا انا بحكم خبرتي في مصر ويعني بلف في مصر كتير، انا شفت مزارعين زارعين 2 فدان و3 فدان و5 فدان و10 فدان و15 فدان. تمام. ودي كثيره جدا جدا جدا، ويمكن هي بتمثل شريحه من ضمن الزيتون لا تقل من 15-20%. تمام باشمهندس صبحي ليلى، طبعا الخبير الزراعي بالزيتون، طبعا بشكرك انك كنت موجود معانا النهارده، وواثق جدا في كلام حضرتك، وواثق ان في خلال سنوات بسيطه شركه المتحده هتكون رائده في هذا المجال. باشمهندس نرجع لك مره ثانيه، كنا نتكلم لسه قبل المكالمه عن تنوع، انا شايف تنوع، يعني حتى موجود معانا دلوقتي في الاعلان اللي هو موجود تنوع في كل حاجه، موجود طاقه شمسيه، موجود الارض الزراعيه، موجود جوجوبا، موجود زيتون، موجود محاصيل كتير جدا، وكمان التنوع في شركه المتحده نفسها موجود، كمان استثمار عقاري. التنوع ده يعني حضرتك شايفه ازاي؟ يعني تنوع كبير جدا ده. والله ده يعني احنا بدانا يعني اما كنا في استثمار عقاري احنا نوعنا وجربنا حاجه تانية اللي هي استثمار ايه زراعي، وبرده في الاستثمار الزراعي احنا بننوع حاجات كتير، وده بتوجيهات برده الدكتور ايمن صقر رئيس مجلس الاداره اكيد، والتيم نفسه اللي شغال معانا، الناس اللي شغاله معانا في الشركه كلها على قلب رجل واحد، ويعني احنا واقفين وقفه كويسه وبنجتهد، دي اهم حاجه ان احنا بنجتهد وبنكسب ثقه الناس اللي معانا. اهم حاجه عندنا المستثمر اللي معانا، يعني احنا هو نجاحه قلت لحضرتك من شويه نجاحه من نجاحنا، فاحنا عشان كده احنا حتى هو لو هو مستلم ارضه احنا بنتابع معاه ماشي، ونوفر له كل حاجه علشان خاطر ما ايه، لان احنا قلت لحضرتك نجاحه من نجاحنا، يعني حتى كمان لو انا جيت دلوقتي واستلمت الارض هيكون في متابعه دوريه طبعا على طول. طبعا طبعا متابعه، احنا ما بنسيبكش لحد الى ما لا نهايه، احنا معاك موجود معانا في حدود الارض تبع الشركه، احنا بنسلمك ارضك وبنفضل معاك ما بنسيبكش. التنوع اللي احنا شايفينه ده زي ما قلنا دلوقتي تنوع في كل حاجه، وكمان تنوع كمان في الشركات اللي بتيجي في الخبره في كل حاجه بالظبط، وراء دراسه
طبعا وراء طبعا شغل. احنا طبعا انت حضرتك عارف ان انا هندسه ميكانيكا، تمام؟ تمام. فاحنا فانا وقفت يعني ايه، دخلنا المجال ده، دخلت يعني طبعا الواحد عشان يستنى مجال تاني او المجال بتاعه وكده، مش هنقف. فاحنا لازم رسالة ايه، مهمة جدا. طبعا طبعا لازم الواحد ما يوقفش، اهم حاجه ما توقفش، ما تيأس طبعا، تخش اي مجال بس تقتنع بيه وتدرسه كويس وتحاول تشتغل على نفسك فيه. وده اللي احنا بنعمله في الشركه بتاعتنا، ان احنا بنجتهد وبندرس وبنفكر وبندي خطط لسنين قدام. يعني احنا ان شاء الله عاملين خطط ل 2000 مثلا 22 2000، هنكون مكملين الارض بتاعتنا بنسبه مثلا 80% تمام. زراعه، تمام؟ أعتقد هو ده سر نجاح الشركة، ولا في حاجة تانية يعني والله سر؟ احنا بنحاول نجتهد، والناس كلها الحمد لله يعني ايه عندها ثقه فينا وثقه في رئيس مجلس الاداره مؤسس الشركه الدكتور ايمن صقر طبعا، تمام. طيب أنا واحنا بنحاول نجتهد وبنعمل اللي علينا، وربنا بقى هو ايه ان شاء الله نكمل للاخر ان شاء الله. يعني هل في، طب سؤال دلوقتي برضو ممكن يراود بعض المشاهدين، هل في فرص عمالة موجودة في طبعا الشركة؟ احنا بنوفر لعماله دايمه في الشركه موجوده، وفي عماله سنويه كل يوم عندنا شغل في المزارع. أعتقد يعني ومع حاجة التوسع عظيمة برضه جدا. مع التوسع الفرص بتزيد، ما بن طبعا كل ما تتوسع كل ما فرص العمل بتزيد، فاحنا يعني أعتقد بنحاول. التنوع كبير جدا زي ما قلنا، تنوع في كل حاجة. أنا كمان دلوقتي اتفاجئت إن كمان في فرص عمل، قبلها اتفاجئت إن في بروتوكولات مع شركات أجنبية، قبلها اتفاجئت بزراعة كذا محصول، تمام اتفاجئت بالأرض اللي موجودة، اتفاجئت بالشركة، اتفاجئت بحاجات كتير جدا جدا جدا. الحمد لله، يعني في الختام طبعا الوقت يعني سرقنا جدا، او سرقنا جدا في، وسعيدنا كنت موجود معايا. ربنا يكرمك. حابب بسم تقول الله الرحمن. حاجة في الختام؟ لا يعني انا مش حابب اقول اي حاجه، انا طبعا كنت سعيد جدا ان انا مع انا حضرتك، اسعد طبعا، انا حضرتك اسعد. يعني شخصيه محترمه جدا، وطبعا انت راجل رياضي، انا فالتنوع كنت برضو في موجود. تنوع اهوت، في احنا تنوع ادينا لك برضو موجود فرصه هنا. ان انت ما هو دايما تتنوع. المذيع لازم يكون طبعا يعني ده المذيع معرض الشاطر لاي طبعا، حاجة، ده طبعا المذيع لازم الشاطر، يكون. ربنا الله يكرمك. يخليك. فدي يعني رسالتي مش حاجه، احنا الناس الشباب خاصه يعني ان هي ايه، محدش يقف يعني، تمام تمام انت ابدا، تمام حاول تبدا وخد اول خطوه، تمام تمام ومشوار الالف ميل بيبدا بخطوه يعني، احنا نحاول وفي الحقيقة ونجتهد. طبعا، في الحقيقة طبعا أنا كنت سعيد جدا باللقاء ده، كنت سعيد شكرا بالبشمهندس مؤمن اللي كان مشرفني النهاردة، المدير التنفيذي لشركة المتحدة للاستثمار الزراعي والعقاري. دايما هندعم الشباب، دايما هنكون في ظهر الشباب، لأننا من الشباب للشباب، وبدعم كامل من الدولة. أكيد الدولة بتدعم الشباب، وإحنا شباب زي بعض، فهندعم بعض. في البداية قلنا إن هي حلقة استثنائية، بعد الفاصل قلنا إن هي حلقة استثنائية، دلوقتي بنقول بكل فخر إنها حلقة استثنائية، حلقة بروح ودعم الشباب. انتظرونا الأسبوع الجاي في آخر الأسبوع، وحلقة جديدة من آخر الأسبوع بشكل جديد وبشكل مختلف. طبعا هنرجع لعادتنا 3 فقرات في الحلقة. بإذن الله نكون موجودين معاكم، ودايما خليكم فاكرين إن في آخر الأسبوع هتشوف الأحداث من منظور الشباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.